عمي حسام ما قال لك مشان شو؟ لا والله ما قال لي مشان شو، بس قال لي جيبه للمختار موجودا. الله العليم الله العليم، مشان قتلت عادي، لانه والله ما عندنا هلا غير هالجريمه. الله بعت له اياها لابو نادر من السماء وحاطت كل وقته فيها. اي حقه الله طالع عوفه. يا نسوان لا تحطوا الاكل لحتى ارجع، انا ما بطول. لا لا حطوا اكل، مين قال لك ما راح تطول؟ يا سيدي كل الشبهات عم تحوم حوالي. حوالي انا؟ لكن انا لا، ما اذا صاير الحكي. يلا يلا هلا طالما صايره وصايره خلينا اكلنا لقمتين وبعدين ننزل سوا، شو رايك؟ فاضي هاي شو ورانا والله؟ ليه الليله لامك خليها تحط اكل تحسب حساب حساب. حكي لبنت الكبش بتاني؟ انا بحبوا للبيض عيونها. تفضل يلا. المصاري صار مايتي، معقول انك انا اقتله لعادي مشان 10 كراتين دواء تحسس؟ شو بعرفني؟ بجوز ما قبلت على حالك تضحك عليك عادي. قمت حاولت تعمل له درس راح فيها. لك حاجه بقى بلا لا درس ولا شيء، الرجال صار بدار الحق ما بجوز عليه غير رحمه. في عليك يا مختار. عندهم انت تجاوزت حدود الصداقه ها؟ وينك؟ سبوت جريمه القتل علي انا وبزع قد ما بدك. لك يا واطي قليل الوجدان، عم تشتغلوا بالتهريب وما بتخبروني؟ ما لكم انفير صرفنا على بطننا، كنا اعطيناكم يوم شغلهم بالتهريب ومنستفد منها بير شيء. حظي هي خطيت سليم صار بابوي هيك، شرب من نفس الكاس. رسوله شمتانة بابوكي؟ لا امي لا بالعكس، بس يعني عم قول اذا مرقت هالقصة على خير لازم يتصالحوا وسليم. ليش لولاكي كان في مشكلة بيننا وبينه؟ انا شو دخلني اذا هو بيحبني انا شو خصني؟ لو منك عم تضحكي له ما كان حبك الرجال. ولك الرجال قليل عقل، بس المرأة تضحك له نتفة قوام بيرقص هيك مثل البقلو. اي شو بدك يعني ضلني حاطة العقدة وعابسة يعني؟ لا اضحكي للنسوان، قلت نسوان تضحكي له. للنسوان امي؟ بضحك للنسوان حاضر.